الملاعب. شفنا ما حدث الأسبوع الماضي وما كشفنا عنه في هذا العدد حول ملعب سيج، أعطينا صور ملعب سيج كيف كان وكيف أصبح ملعب سيج، أعطينا صور مباشرة، خلينا مد الدخول والخروج، أعطينا الصح صحية لوريك بونغ لوفير المستطيل الأخضر الملعب ها وكيفاش كان ملعب سيج الجميل الذي شهد منافسة كأس العرب اللي فازت بها الجزائر أمام المغرب لأقل من 17 سنة. الملعب كيف كان وكيف أصبح، نفس الملعب هذا احتضن المنافسة منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. صور الهداف الحصرية لقناة الهداف، شاهدوا ماذا صورت وماذا قدمت لهذا العدد، صور كارثية قام بتصويرها مبعوث الهداف هناك إلى سيج للوقوف على هذه الكارثة. يقال أنه رئيس أولي ولاية معسكر استدعى فورا بت الحصة مدير شباب الرياضة على مستوى ولاية معسكر للحديث عن هذه القضية، ويكون قد تلقى أوامر فوقية من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه. الهدف هو أن لا نكرر مثل هذه الأفعال، لأنه هذه منشآت الدولة الجزائرية. اليوم رحنا لكم للجزائر العميقة لمناطق الظل وبالضبط للرويسات، الرويسات بورقلة وملعب عين العرش، هذا الملعب الذي يعاني الأمرين. أعطينا يلعب كأس الجزائر، يلعب كأس الجزائر ضد اتحاد العاصمة، ضد اتحاد العاصمة. شاهدوا هذا الملعب الوضعية الكارثية الذي يتواجد فيها ملعب عين العرش برويسات ولاية ورقلة. يعني هل أصبح الأمر عاديا أنه منشآت الدولة الجزائرية في هذا الوضع الكارثي؟ رح تشوفوا وضع آخر في ملعب ترابي آخر، هذا ملعب سواديزون يعني بين قوسين معشوشب اصطناعيا، اللي لعبوا فيه قال لك والله كأنك تلعب فوق القدرون. شاهدوا صور غرف تغيير الملابس، يعني الأمر أصبح محير لدرجة أصبحنا نستحي من نشر مثل هذه الصور. الملعب في وضعية أكثر من كارثية، لدرجة أنه الكلاب عافاكم الله أصبحت تخيف اللاعبين اللي يجوا يلعبوا فوق أرضية الميدان. راح تشاهدوا الصور وتحكمون يعني بعقولكم قبل قلوبكم، هل يعقل أن تلعب مباريات كرة القدم؟ الإضاءة تمت سرقتها، كانت موجودة سرقوها الإضاءة ما كانش. دوك نمشي ونروح الغرف تغيير الملابس في هذه الصور اللي صورها زميلنا المصور موسى، خليها تمشي عادي يا أبو علام من فضلك، خلينا نشوفه معنا الوقت باش نشوفه كل ما يحدث داخل أرضية الميدان. يعني الصور تتحدث عن نفسها، ورح نوصله بعد قليل لغرف تغيير، هاي غرف تغيير الملابس توكيلا، هذه غرف تغيير الملابس أصبح مكان مهجور. يعني الكلاب الضالة عفاكم الله هي اللي تتواجد في محيط الملعب وفي غرف تغيير الملابس. صور ستبقى وصمة عار في جبين وش نقول رئيس البلدية، مدير شباب والرياضة، كل مسؤول يعني على مستوى هذه المدينة، مدينة الرويسات. يعني غرف تغيير الملابس وكأنها منطقة مهجورة، كأنك في مكان مهجور. هاي غرف تغيير الملابس اللي من المفروض راي الله يبارك باسمه بلافايونس، ولكن شاهدوا الوضعية التي عليها غرف تغيير الملابس، يعني تبقى حائر كيف لملعب من المفروض أنه مكان لإجراء المباريات لتدريبات الفرق لتدريبات الشبان اللي باش ما يروحوش في الويكند لأمور خطيرة، من المفروض رمت واجدين هنا. الدولة الجزائرية وضعت الإمكانيات، كي تشوف انت الملعب وكي تشوف الغرف تغيير الملابس، الأبواب مكسرة، من المسؤول عن هذا الوضع الكارثي؟ كأنك في زمن غابر، يعني لما تشوف أبواب مكسرة ما فيهاش نحات كامل البيبان، الإضاءة ما كانش، الكلاب الضالة عفاكم الله هي التي تتجول في محيط الملعب. يعني إلى متى تبقى هذه مناطق الظل بمثل هذه الطريقة؟ يعني تسير المنشآت الرياضية أمام صمت رهيب لمختلف السلطات الولائية والسلطات الرياضية، وأيضا لمديرية الشباب والرياضة على مستوى ولاية ورقلة ولمدينة الرويسات. يعني الشيء الأمر أصبح عادي وكأن شيء لم يحدث، ملاعب تجول فيها الحيوانات بمثل هذه الطريقة.
الحمد لله لمسراول والمصور تاعنا يعني شيء بدون تعليق. خلينا نسمع ربما للتصريحات تصريحات بعض ليرتادوا هذا الملعب ويدربوا فيه تقريبا مرتين ثلاث مرات في الأسبوع. ملعب عيل العرش ملعب عريق جدا على المستوى الجهوي، معروف منذ قديم الزمن من سنة 85 أنشئ هذا الملعب. في البداية كان ملعب تقام عليه المباريات كلها، إلا أن الإهمال اللي جاء صار من بعد حوالي دركها واحد 30 سنة، 30 سنة هو في إهمال كلي. كون الحراسة غير موجودة، بعد فترة الأضواء سرقت، أيضا الليبار تلاحظوا له سرقت، والأرضية غير صالحة بحيث لما واحد يطيح في الأرض يخاف على روحه. كل هذه المشاكل من خلالها ندعو السلطات المعنية للتدخل، ونطالب وزارة الشباب والرياضة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح أو إعادة هيكلة هذا المرفق. بلي هذا التيرة راها مهمشة، مهمشة عندها سنين، مش عام ولا زوج ولا ثلاثة، راها عدها مدة وهي مهمشة. كانت حامية الناس وكانت هنا متنفس كل الناس، رويصات كانت في هذه التيرة تتلم، اللي يعرف بعضها واللي ما يعرفش بعضها. دركا عاد خالية، خالية على جالواش، الناس عاد تجي هنا ذراري خايف يخرجوا لبرا، كاش ما يجيهم الكلاب، كاش ما يطيح من حديدة، كاش ما كما نقولوا البلايس الوحل. عاد التيرة ما تصبحش يعني. نطلبوا من المعنيين يراعوا عليها شويه ويعطوها بنظره برك، في حق مش في حقنا احنا رانا انتهت المهمه تاعنا وكملنا، رانا في الخمسينات ودني. شوف الاجيال الجايه، شوفوا الاجيال الجايه، ولكن لا حياه لمن تنادي مرافق بمثل هذا باموال صرفت عليها الدوله الجزائريه. لا احد بامكانه ان يتحرك ملعب اخر دائما. رحنا لكم المنطقة أخرى لأنكم بعض يقول يتكلموا إلا على الفرق أو المرافق المعروفة هنا في العاصمة وفي الغرب والشرق. رحنا شوية الجنوب دائما في الرويسات، شاهدوا أيضا هذا ملعب حي الزاوية الذي لا يملك حتى عشب اصطناعي، يعني شيء غريب وغريب جدا أنه لبار يخدموهم يدوهم يخبوهم في الجاراج، وبعد يعود يجيبوهم يحطوهم يلعبوا بهم لي ماتش، يعودوا ينحيوهم يعودوا يخبيهم. يعني أرضية ترابية هي المتنفس الوحيد للناس هذوما في المنطقة تاعهم. يعني حتى السيد رئيس الجمهورية سنستمع إليه بعد قليل، سيد قال لك لازم على الأقل يكون ما يكونش الكيل بمكيالين. يعني في 2024 ملعب مثل هذا بأرضية ترابية، شكون مازال يستعمل تيف في كرة القدم حاليا، وفي منطقة تقريبا سكانية الناس تلعب المباراة كما قلت، وبعدها يتم نزع الليبار يعني المرمى وليبوا ويديوهم. شوف الأطفال الصغار ما عندهمش وين يروحوا، ينحيوه ومن بعد يدوه للجاراج يخبيوهم، ومن بعد غدوة من ذاك ولا أبري دومانك يحبوا يلعبوا مباراة في كرة القدم يعودوا يجيبوهم، لأنهم سرقوا في العديد من المرات، مثل ما سرقت الإدارة الإنارة وسرقت أمور أخرى. هل يعقل لمنطقة الرويسات هذه المنطقة أن يتم التصرف معها بمثل هذه الطريقة من جيل الجيل، لأنه اللي يحس بأنه ما راهوش مكرم في بلده مثل ما هو مكرم الطفل الآخر أو الشاب الآخر، هذا غير مقبول. وبشهادة وبقول السيد رئيس الجمهورية الذي تحدث أيضا عن هذه المناطق التي لا تعطى لها الأهمية القصوى من طرف كل مسؤول. احنا نتكلم عن الرياضة خاصة، لكنه تكلم عن الرياضة وعن أمر آخر. احنا الطفل اللي عايش في بناء قصديري في السخانة المرض حمان ناموس، في الشتاء البرد والأوحال زائد الأمراض الأخرى اللي يشوفها بعينه في مناطق لا قانون، هذه كي بغيتو يكبر يحب الجزائر، يمشي للمدرسة الصباح عينيه حمر ما رقدش، ما عندوش إمكانيات باش يراجع، والآخر اللي ساكن في سكنة محترمة ماهيش فيلا ولا محترمة عادية، عنده وين يراجع، عنده الكهرباء، عنده الماء، عنده كذا. ما خليش هادو أطفال الجزائر يكرهوا بعضهم بعض.
نحاول نرفع من مستوى كل واحد بالإمكانيات المتاحة لنا. واضح. سالم بن شيخ، ما رأيك فيما شاهدته في مدينة الرويسات؟ اليوم انتقلنا إلى الجنوب الجزائري بورقلة، ملعب عين العرش وملعب حي الزاوية، والمعاناة اليومية لناس همهم الوحيد أنهم يحبوا الرياضة ويحبوا كرة القدم. الله تكلم عليه رئيس الجمهورية واش قال؟ كلام صواب. الجون الجيريا إلا لمن دروا تاع ورقلة ولا تاع طبن راسط ولا تاع ألجي ولا شرق ولا غرب، الإمام دروا خويا. ناس كي رفضت سلاح وراح تحارب في الاستعمار، ما نادوش غير من العاصمة وقالوا لهم احنا بس غدوة نكونوا ملاح ولا في الشرق ولا في ليكروند فيل، لا نادوا من كل بلاصة باش الجزائر تكون حرة باش هادو يستقلوا. كي تشوف هكذا نقول لك مازال ما استقلوش هادو. اللي بواكو نهار كارين بحال حملين اللي برا عين جايين، وهذاك ماشي تيفي يا سي رضوان، هذاك ماهوش تيف، هذاك ما عندوش اسمو، هذاك ماهوش تيف. هذا انا لعبنا في التيف ونعرفوا واش التيف، هادو اسكو عندهم حقوق ام لا؟ هذه وحده. هل المسؤول في الولايه ورقلة لماش راهم مسؤولين هاد الناس؟ لماش المهنه هذيك تاع مسؤول باش تشوف لا بوبيلاسيون تاعك ولا راهي لاباس ولا راهي لاباس؟ هادو واش خصهم تراسيلهم التيران دير لهم طارطون وتراسيلهم التيران وطلع شويه على لي كوتي باش الطوموبيلات يتنظموا ما يقطعوش، ماشي دار خالي. ما هذا ما يدمون دريا، هذا ما قالكش والو، هذا يقول لك خلي ولادنا ملي ينوض سخانه تقتلو كي يخرج مع البروده يحب يلعب. هاد الدراري الصغار نهضر الكبار قال لك عندنا خلاص الدراري الصغار يدوروا من بعد يوليو يدوروا واش من الحياه؟ من بعد بيان سور يكرهك انت هنا في النور وفي الاخر راك عايش بليس كو لا بيل في بارابور ا سا، وهادو ما عندهمش حق. اسكو يفو فير لا ديفيرون دوك ولا اسكو يا دي زانجيري برومي كاتيغوري دوزيام كاتيغوري تراجو ام ونو سوم توس دي سيتوان ايزون دروا؟ هنا لو مير لازم يتحرك فيت، الوالي ويشوف. هذا رئيس الجمهوريه اللي يتكلم ماشي علي بن شيخ ولا بوحنيكه ولا حنا بوسطاء نمدوا راينا. رئيس الجمهوريه يتكلم هذا الشيء، هنا لازم تفيت يتحرك المسؤول الاول ويعطي اوامر لهاد الناس هذوما باش يديروا لهم الاخر. وهذيك سي سي صعبك سي تينونت كي تشوف حاشاكم حاشا قدركم هذوك الكلاب التما ما تنجمش ميم با تخلي ولادك يخرجوا علاه من بعد ديرهم انت في بريزون اكوز دو لانكومبيتونس دو سارتان. يعني كنت انت ماشي قادر تكون مسؤول، خلي بلاصتك للناس اللي يجيو يخدموا باش يفرحوا الدريريات ويفرحوا يلعبوا شويه كرة القدم ويدخلوا للدار. نورمالمون هنايا ماشي كرة قدم، لهم كرة قدم، عندهم بيسين وين يتنعنوا وين يروحوا يعوموا مع العشيه وين يخرجوا، عندهم غارسين وين النساء يخرجوا يضربهم شويه في مش عارف سيكوند دوغري كي تلحق في الصيف. هذه ورقله هذه ورقله في الصيف في الاخر. ومن بعد هذيك دومونديو لهم ما تتكلموش مع الهدف، مع من حبيت يتكلف مع كانال بليس، لا حبيتوا تكلموا مع هذوك قولوا لهم انتوما قناه تكلموا مع هذوك لونتان دو كانال بليس، تكلموا مع قناه جزائريه اللي تدافع على بلادها.